السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشوف ازاي نعمل نهر وازاي نعمل كوبري يمشي فوق النهر دوت. طيب خليني مثلا اجي هنا، انا عايز اعمل كرييت واقول له ان انا عايز هنا من انفيرومنت عايز اعمل ريفر، فبلاقي فيه نوعين. طبعا تقدر تعمل دوبلكيت ويبقى عندك انواع كتيرة، بس خلينا ناخد نوع فيهم كده مثلا، اهو هتبدأ تمشي. هو اوتوماتيك لما تيجي تعمل تحويل مش بيعمله بزاوية 90، لأ بيعمله بزاوية مثلا واخدة كيرف، وتقدر تتحكم في الكيرف دوت. خلصت ممكن تدوس انتر او تدوس دبل كليك، يبدأ ان هو يوريك النهر دوت ومديك ان انت تغير الخصائص بتاعته اهوت. ممكن بقى تيجي هنا بقى في الويتس تغير البنك ويتس هنا، ممكن مثلا بدل 10 ممكن نخليها 20 مثلا. وفي اي لحظة تقدر تعمل سيليكت عليه وتقدر ان انت تعدل فيه لو انت حابب. طيب دلوقتي انا عايز ابدا ارسم طريق، فانا عندي نوعين كومبوننت رود وعندي بلاننج رود. اللي اقدر اتحكم فيه اكتر اللي هو الكومبوننت رود. هقول له هنا انا عايز ارسم مثلا طريق، والطريق ده بيعبر النهر دوت بالشكل ده اهو. طيب خلصت هدوس دبل كليك بسرعة، ونعمل بقى زوم على الجزء اللي احنا عايزين نعمله البريدج او الكوبري بتاعنا. طيب هاجي هنا اقول له من استراكشر ان انا عايز اعمل البريدج، واقول له البريدج بتاعي هيبدا مثلا من هنا لهنا. فحدد لنا ان الجزء ده بريدج تمام، فهيبدا بقى يحط لي كل الخصائص بتاعته. لكن في حاجه لازم نلاحظها وممكن نعملها قبل خطوه تحديد بريتش، ممكن قبل او بعد مش مشكله، اللي هي ان انا هبدا ارفعه سنه عن السطح العادي. طيب ازاي ارفع الطريق او البريتش؟ في اكتر من طريقه، انت ممكن تعمل سيلكت على اجزاء وتبدا ان انت ترفعها، لكن الطريقه الافضل ان انا هعمل سيلكت على الطريق نفسه كله اهو، واقول له من هنا ان انا عايز اشوف البروفايل انا لو عملت سيلكت كده على اي جزء بيبدأ هنا يورهولي، فاقدر امشي كده اقدر بقى اقول له طب الجزء دوت انا عايز ارفعه سنه، والجزء دوت انا عايز ارفعه سنه. فتبدا تظهر معانا القواعد اهيت بتاعت الكوبري. تقدر تعمل سيلكت ليها وتعمل لها روتيت، تقدر انت تعدل في الخصائص بتاعتها، تقدر تغير النوع بتاعها زي ما انت عايز، ممكن تلفه مثلا لو انت حابب بالشكل دوت. ممكن تغير الخصائص بتاعت الماتيريال الكاب، كل الحاجات دي تقدر انت تعمل لها كاستمايز بحيث توصل للحاجة اللي انت عايزها.